السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي بناتي، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. ألقاكم مجددا في الحصة الثالثة من الاستماع والتحدث، والآن مع الحكاية. أعزائي عزيزاتي، تذكرون عنوان حكايتنا؟ نعم، إنه جاء الثعلب. لاحظوا معي، سبق وتعرفنا على الأرنب السلسل والثعلب المخادع. إذا لنتذكر معا أحداث هذه الحكاية. إذا نسرد بعض المقاطع من هذه الحكاية. إذا لاحظوا معي أعزائي عزيزاتي، تذكرون عندما كان الأرنب سمسم في طريقه إلى المدرسة، ماذا حدث له؟ نعم، ماذا حدث؟ جيد، اعترض طريقه الثعلب. نعم، جيد، من الذي أنقذه؟ نعم، أنقذه الكلب بوب. نعم، إذا عندما وصل الأرنب سمسم من المدرسة، ماذا حدث؟ عفوا، نعم، لقد حكى لأصدقائه ما جرى معه في الطريق. إذا عندما فتح الأرنب السمسم عينيه، ماذا وجد؟ نعم، وجد قاعة الدرس فارغة. أحسنتم. إذا لنتذكر الآن المخطط الشمسي. نقول المخطط الشمسي أو خريطة الحكاية أو عناصر الحكاية. إذا الزمن، زمن الحكاية كان، نعم، ذات يوم. جيد، أين جرت أحداث الحكاية؟ نعم، القسم. نعم، جيد، أي الغابة. أيضا جيد، الغابة، لأن الأرنب كان في طريقه إلى القسم. نعم، كان في الغابة وفي طريقه إلى القسم، فالقسم يوجد في الغابة. نعم، جيد أيضا. نعم، أحسنت. ماذا أيضا؟ نعم، الشخصيات. نعم، ما هي الشخصيات التي ذكرنا؟ نعم، إنها الأستاذة، الحمامة، الدجاجة الكبيرة، الكيك الأحمر. جيد، ماذا أيضا؟ البطة الجميلة. نعم، الأرنب الكبير. نعم، جيد، ومن بطل الحكاية؟ نعم، إنه الأرنب سمسم، هو بطل الحكاية. جيد، أحسنتم. إذا لنتذكر أهم أحداث هذه الحكاية. نعم، وصول الأرنب متأخرا إلى القسم. جيد، ماذا حدث بعد ذلك؟ نعم، ارتكاب الأرنب سمسم لعدة أخطاء. نعم، بسبب خوفه من الثعلب. نعم، ماذا حدث أيضا؟ نعم، هروب الجميع حتى الأستاذ الحمامة من القسم. جيد، نعم، ماذا أيضا؟ نعم، رؤية الأرنب سمسم للثعلب مجددا وهروبه واستنجاده بمن استنجد؟ هل استنجد بالأستاذة؟ نعم، بماذا استنجد؟ نعم، جيد، إنه استنجد بالكلب هوب. نعم، مع البنية السردية للحكاية. قلنا في البداية ما هي عناصر البنية السردية للحكاية؟ نعم، البداية، التحول، المشكل، حل المشكل، النهاية. جيد أعزائي، إذا بداية حكايتنا ما كانت؟ نعم، جيد، كانت الأستاذة تشرح الدرس. جيد، ما هو التحول؟ وصول الأرنب متأخرا. نعم، ما المشكل؟ ظهور الثعلب. نعم، ما هو حل المشكل؟ هروب الجميع. نعم، والنهاية استنجاد الأرنب سمسم بالكلب هوب. نعم، بعد أن رأى الثعلب خلف زجاج النافذة. أحسنتم أعزائي عزيزاتي. الآن، نعم، لاحظوا معي استعمال بعض المفردات وتركيبها في جمل مفيدة. لاحظوا معي أعزائي، هذه بعض المفردات وردت في الحكاية، أريد منكم أن تركبوها في جمل مفيدة حسب ما ورد في الحكاية. إذا كلمة
تشرح نعم تشرح الأستاذة الحمامة الدرس أعيد تشرح الأستاذة الحمامة الدرس نعم تأخر الأرنب سمسم عن الحصة تأخر الأرنب سمسم عن الحصة اعترض طريق الأرنب الثعلب اعترض الثعلب طريق الأرنب أو اعترض الثعلب عفوا طريق الأرنب استنجدت الأرنب بالكلب هوب طيب استنجد الأرنب بالكلب هوب جيد لاحظوا معي النشاط الثاني الثعلب أتمموا شبكة المفردات ماذا تعرفون عن الثعلب؟ الثعلب حيوان نعم الثعلب مخادع نعم الثعلب ماكر جيد الثعلب كاذب جيد نعم الثعلب منافق نعم الثعلب غشاش نعم إذا لنتمم شبكة الاشتقاق لاحظوا معي أتمموا شبكة الاشتقاق درس ماذا نقول مضارعها يدرس نعم جيد درس على وزن فاعل دارس نعم مدروس درس دراسة إلى آخره والآن أعزائي عزيزاتي مع الوضعية التواصلية والتي تتضمن الحديث عن حيوان من اختياركم إذن أتمنى أن تقوموا بكتابة جملة أو جملتين عن حيوان تقومون أنتم باختياره وإلى أن ألقاكم أعزائي عزيزتي في حصة مقبلة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وشكراً.